نيابة عن سمو رئيس مجلس وزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، افتتح معالي نائب رئيس مجلس وزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 من مارس لعام 2017 أعمال مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بحضور وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة حمود بن فيصل البوسعيدي ووكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف الزياني وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر وعددا من القيادة الأمنية بوزارة الداخلية. ونقل الشيخ الجراح في كلمة له خلال حفل الافتتاح تحيات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء حفظه الله ورعاه راعي المؤتمر إلى الحضور وتمنياته لهم بطيب الإقامة في بلدهم الثانية، داعيا الله عز وجل أن يوفق المشاركين في هذا المؤتمر بالخروج باستراتيجية متكاملة تحصن الأطفال من مخاطر وسائل التواصل وتحفظ نشأتهم القويمة من مخاطر هذه المواقع. إن لكل طفل الحق في الحماية والرعاية ونعيش طفولة آمنة حيث أنهم يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل. ولا يمكن إنكار فضل التكنولوجيا الحديثة ومن أهمها في الوقت الحاضر وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من جانبه قال رئيس المؤتمر اللواء حقوقي الدكتور فهد إبراهيم الدوسري أن وزارة الداخلية بدولة الكويت وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه المجتمع والأسرة عامة والطفل خاصة باعتباره ثروة المستقبل تعد حمايته والمحافظة عليه واجبا من واجبات المناطة بالوزارة، وذلك لأن وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر اليوم هي المسيطرة على كافة أفراد المجتمع كبارا وصغارا، وكما نعرف جميعا أن خطر التأثير الأكبر يكون على الطفل الذي قد يتعرض إلى الكثير من المشاكل الصحية والنفسية. وبدوره أكد عريف الحفل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل أحمد الحشاش أن هذا المؤتمر يعد إنجازا جديدا لدولة الكويت في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس وزراء حفظهم الله ورعاهم، وإدراكا من المؤسسة الأمنية لأهمية حماية أبنائنا وبناتنا. يوم يتبدأ فيه الاهتمام والرعاية لظهور الحاضر أبنائنا وبناتنا من أجل مساندتهم وإسباق كل الحماية لهم في مواجهة هجمة إلكترونية شرسة. واشتمل حفل الافتتاح على عرض يجسد أهداف المؤتمر قدمه مجموعة من طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم، كما تابع الحضور فيلما يصور أهداف المؤتمر بعنوان أطفالنا أمانة وأبريت غنائي بعنوان أطفالنا أمانة بين أيدينا. وفي الختام قام الحضور بجولة في المعرض المقام على هامش مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة والمؤسسات الأهلية والعلمية.